مركا أنو بالمشاركة ذا بحناية رئيس وزارها حكومة الصومالية حمزة عبدي بري أي شيء إن حرونت لجوسو كردية إسبيتال كم مدينة هي لجوت لجلي إن لجوت ببردا وعيدا سيجور مدق دجال لجو في ديا هيا بقادي يا هوشني حمزة عبدي بري هي تلم ما إن عشر لجبرتي قرحية ذي كدا عدلكا أول دياري يحبنا جودية سيدق دجانا أصمعين يا جورمد قابعة في ماد أو كهبون دا وعيدا إيو أديجيدا كلاه إيه مهيم كاه سيدا أوكو دقسيها بدان لو هيلي كارو شعب كا أيو كدال بدايين إيه حوشيا لا شاقين تهي أداها كلادوان إيه دولادا ما داما إسكو دوبنين لغو غاري كارو هدف كاه إن لغا سو كبتو ديباتو ينكي دالكا سو مري سيدا أو هدال كاو ديغير زوزارها حمسا عبدي باري وحانا أتكينا يا إيه حوشا سيوالان حتى هدري دهان حتى هدري دهان وان دالي كما يلين مركا وحان قعد سنة إنا يعني سي وضان هوشاس أو أي وليبا أي كيران بروبوسلس عصب أو دل كان وحا حد النوم موقتا رونتي قيمها إلا دهاي مركا لا إسكاشدو أو أي حكومة ده يبلشدة قيبه ده كالدون إسكاشدان سعب وأمناد لنا وحول ما مشان وحصوب حياة وجدان. مركب عاوزنا إن أنت بحضر ساق كرتين مشاريع كوي وين واللي وداعنا واتصفين كرتانه سي وضع سونا بربوس كريه. شعبك الصوماليين وحلق جدبون هدية أركان جدية نوع عني سدى وشقيان هدية أركان وحاي كيران هدية أركان سدى عب إيه فنان تلك. أي وحي أم مولان إن أي عدي وحب حسن يسي صدق حسن يسي خير كربتي إن أي كوب حصلته ماشان ماش وقف يعني إن هاي وحلو بحصله مركا إن أي كوب هي عن حوله هذا ماشان وكلا أيان وباقي مركا أنا بالمشاعر كذا بحناية وحارنتي مدن أيضاً إنن حصو قبلها الصوماليات ملك سوجوغان ذلك أيضاً يصير أي كنت يهين ذاتك وهرية مركي ليلة هذا وحلا بحصو واحد بحياة قدر يلا ساعداً حربا قبلها قبل كبنادر ناس جاروا أمارة هبين يمالين ملا يفهم كاسو يفديان أشرة أو أي قصة ميان انتظر قلنا وحلو يقان أو إذا ماذا نحن تي تاكلين تقوين أي كهلان أيها إسكا قاضة أيها إسكا أرورية أيها الدلالة مركز بسكوت يو ويح كسر الله بحنا تمر عيدا كوب بحنا السمايا مركز حيران مركز يدران مركز ويسي ولا هذانا مركز هذا يسي ولا مركز آدي آد بي وقوم هتسيهين فرنتي بلنتي هري وقادنا وكذا بيان ووضان وأنا كوا مارينا askarteena iyo xoogeena dalka iyo booliskeena waxa xusid mudan talihiinka booliska oo hadda halkan taagnaa laba jeer oo dhaawacay meeshan la keenay laakiin nasiib uma noo yeelan ayadoo saaru qalabaysan in la keeno laba jeer ay khawaarij soo dhaawaceen labadii jeer ba halkan la keenay ayadoo saaru qalabaysan maantana ma uusan nasiib u yeelan inuu imaado marka haddana asayoo talihiigaana oo mas'uul ah ayuu goobjoog u yahay ee soo qalabaysan marka aad iyo aad buu mahadsan yahay dadaalka iyo halganka uu soo galay dalkan waan uga mahadcelinaynaa asaga iyo saaxiibadiisa xogga dalka Soomaaliyeed isbitaalka xogga dalka oo ay gudoomiye Jawaahir sheegtay waxaan u cadeynayaa in la dhisayo si casri ah Lord say I say you could lead the jail and see a marka waliba ayagu waxaan rajaynayaa in aan anaga iyo dawlad aan walaalnahay runtii oo si weyn nooga caawisayba naga caawin doontaba heshiiskaas aan ku galay gudigan uma baahna laakiin waladisaya hab casriya oo aad u wanaagsan oo insha Allah isbitaalada
military ugu wanaagsan noqon doona ayaa loo dhisay waqtiga ugu dhow hadii la ilaado marka kaas ku saabsan rabaa inaan cadeeyo Bushra Ali Nadir CBA TV magaalada Muqdisho